الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والآباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر لجماعة من العلماء، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة، وهذا الباب من الأبواب المهمة في الفقه، ولا يخلو كتاب من كتب الفقه عن هذه الآداب، فهي من الأمور التي لا ينفك المرء عن فعلها، ولا بد من معرفة ما يجب على العبد وما يتأدب به عند قضاء حاجته. وذكر أهل العلم في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء هو استعمال الماء في قطع أو استعمال الماء في تطهير الخارج من السبيلين، والجمار أو الاستجمار هو استعمال الحجارة في تطهير السبيلين. والاستنجاء والاستجمار كلاهما جائز. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتطهر بالماء، وصح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل الحجارة في تطهيره عليه الصلاة والسلام، ولا ميزة لأحدهما على الآخر. وبعض الفقهاء يتكلمون عن الأكمل في الاستنجاء والاستجمار، فيجعلون الأكمل أن يجمع بين الماء والحجار، ثم مرحلة ثانية ودرجة ثانية وهي استعمال الماء، ثم درجة ثالثة وهي استعمال الحجارة. والحق هو أنه لا ميزة للجمع بين الحجارة والماء، وإنما يؤمر العبد بالطهارة وبالتطهير، فإذا حصلت الطهارة بالماء صح ذلك، وكان هذا هو الأفضل في حق العبد، وإذا حصلت الطهارة بالحجارة صح منه ذلك، وكان هذا هو الأكمل في حق العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل بعض الأحكام عند استعمال الحجارة، من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث دابة، فلا يستنجي من يريد أن يستنجي بالحجارة أو بغيرها ممن لم يجد الماء، لا يستنجي بالعظام، والعظام لا يستنجى بها لأنها لا تطهر، وكذلك لا يستنجى بالعظام لأنها طعام إخواننا من الجن، فلأجل هذين الأمرين لا يستنجى بالعظام، ويقاس على العظام كل ما كان مشابها لها، فكل ما لم يكن منقيا مطهرا فإنه لا يستنجى به. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بالروث، فلما جاءه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروث، ألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالروث لأنها نجس، فكل ما كان نجسا كذلك فإنه لا يستنجى به. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الاستجمار بوتر، فالعبد عليه أن يوتر عند استجماره. صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أن نستجمر بأقل من ثلاث، فأقل ما يحصل ما تحصل به الطهارة أن يستعمل العبد ثلاث حجارة، فإذا وجد أنه يحتاج إلى أكثر من ثلاثة حجارة فالمستحب في حقه أن يقطع الحجارة على وتر، إما أن يقطع الحجارة على خمس أو على سبع، فإذا لم تحصل الطهارة ولم يطهر المحل بثلاثة حجارة
فإنه يزيد في الحجارة حجرين ويختم بخمس، وإذا لم تحصل فإنه يزيد حجرين. المهم أن يقطع استجماره بوتر من الأحجار، فهذا هو الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هناك مسألة، إذا كان الحجر كبير يمكن أن يستعمل بعدة جهات، فهذا الحجر يمكن أن يقوم مقام الحجارة الثلاث، وهذا صح عن جماعة من أهل العلم وهو مذهب معمول به. فإن كان الحجر كبيرا ولم يجد من يريد أن يستجمر غيره استجمر بثلاث مواضع، استجمر بمواضع بثلاث مواضع منه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستعمل اليد اليمنى في الاستجمار وفي الاستنجاء كذلك. صح في الصحيحين عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين، فلا تستعمل اليمين في الاستنجاء ولا في الاستجمار، وإنما يستعمل العبد يده الشمال عند استنجائه وعند استجماره. بل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن يمسك من يريد أن يتبول ذكره بيمينه، فحق اليمين أن تكرم وأن تستعمل في كل ما فيه إكرام. فإذا من آدابه قضاء الحاجة ألا يستعمل العبد يده اليمين عند استنجائه وعند استجماره. المسألة الثانية من المسائل المهمة عند قضاء الحاجة مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وهذه المسألة من المسائل التي حدث فيها خلاف عظيم بين أهل العلم لكثرة النصوص الواردة في ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ونهى كذلك عن استدبار القبلة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يعيش في المدينة أن يشرق أو يغرب عند قضاء حاجته، وهذا لأن مكة تقع في جهة الجنوب من المدينة. فإذا كان يعيش من سمع هذا الحديث بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يتجه عند قضاء حاجته إلى جهة الجنوب ولا إلى جهة الشمال، وإنما يتجه إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب. ونحن بالنسبة لنا فالكعبة فالقبلة في اتجاه الشرق، فإذا أراد أن يمتثل ممتثل هذا الحديث فإنه إذا أراد أن يقضي حاجته يتجه اتجاه الجنوب واتجاه الشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه ومن كان يسكن معه بالمدينة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وهذا هو القول الأول لأهل العلم، هو التحريم، تحريم استقبال القبلة وتحريم استدبار القبلة مطلقا. وهذا القول هو قول الأحناف عليهم رحمة الله، فإنهم لا يجيزون استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا، لا في البنيان ولا في الخلاء، وهذا هو القول الأول. القول الثاني لأهل العلم هو جواز استقبالها وجواز استدبارها مطلقا، سواء كان من يقضي حاجته في الخلاء في غير البنيان أو كان من يقضي حاجته في داخل البنيان، وهذا القول ضد القول الأول. والأقوال في هذه المسألة أوصلها أهل العلم ممن جمع أقوالهم في مصنفاتهم كالشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار إلى 13 قولا قال بها أهل العلم. إذن القول الأول مستند على حديث أبي أيوب الأنصاري، القول الثاني مستند على بعض الأحاديث
ولكنها لا تخدم هذا القول مطلقا ولا تنطبق عليه، وسيأتي ذكرها عند ذكر الأقوال الأخرى. القول الثالث في المسألة هو التفريق بين البنيان والتفريق بين الخلاء، فمن كان يقضي حاجته في الخلاء ليس هناك بنيان عند قضاء حاجته، ومن كان يقضي حاجته في بنيان فهذا له حكم وهذا له حكم آخر. وهذا القول به تجتمع الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلم ينبغي عليه ألا يترك حديثاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أمكننا أن نعمل بجميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملنا بها جميعاً. وهذا القول به تجتمع النصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند البخاري رحمة الله عليه ومسلم كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام وكان في بيت حفصة فإنه استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس أو استقبل الشام. وهذا النص نلحظ أنه يعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. والجمع بين هذا النص وبين حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يقال أن من يقضي حاجته إن كان يقضيها في الخلاء في غير بنيان فإنه لا يصح له أن يستقبل الكعبة ولا أن يستدبرها، وإن كان من يقضي حاجته يقضيها في بنيان فيجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها عملا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تجتمع النصوص. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري، وهو مذهب عامة أهل الحديث أنهم يفرقون بين البنيان ويفرقون كذلك بين الخلاء. وهذا القول هو أولى الأقوال، فإنه يصح فإنه به تجتمع النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك صح هذا التفريق عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول إلى جمل مستقبل بيت المقدس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين البنيان وبين غيره. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لمن يريد أن يدخل الخلاء. مما يسن أن يفعل عند دخول الخلاء أمور، منها أن تقدم الرجل اليسرى عند الدخول وتقدم الرجل اليمنى عند الخروج. والقاعدة العامة في هذا الباب هو أن كل ما كان من جهة الإكرام فإنه تقدم فيه الرجل اليمنى، وكل ما كان من جهة الخبث وكان ضد الإكرام فإنه تقدم فيه الرجل اليسرى. فإنه أن عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكل ما كان من جهة الإكرام فإنه يدخل فيه باليمنى ويبدأ فيه باليمين، وكل ما كان ضد ذلك فإنه يبدأ فيه بالشمال. الأمر الثاني: يسن لمن دخل الخلاء أن يقول هذا الذكر: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية من الخبث والخبائث بتسكين الباء
وبضم الباء. فقد صح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء هم إناث الجن، والخبائث هم ذكران الجن، وهذا على تفسير الضم. وكذلك يكون الضبط بسكون الباء الخبث والخبائث، وإذا كان بالتسكين فإنه استعاذ من كل صاحب شر. ويضاف إلى قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث البسملة، فقد صح عند ابن السكن في سننه بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وموضع قول هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء، فإذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء عند البخاري رحمه الله عليه في الأدب المفرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل. إذن مكان هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء. وإذا كان يقضي من يريد أن يقضي حاجته في الخلاء فإنه يقول هذا الذكر إذا أراد أن يخلع ملابسه، فإذا أراد أن يجلس ويخلع ثيابه لقضاء حاجته فإنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج فإنه يقول عند خروجه: غفرانك. ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الذكر. فالأدلة التي فيها أحاديث أخرى وأذكار أخرى كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند خروجه، كقول من يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، كلها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يصح قوله عليه الصلاة والسلام: غفرانك. وكذلك إذا كان من يقضي حاجته في الخلاء فإنه ينبغي عليه أن يستتر استتارا تاما ويبتعد عند قضاء حاجته. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجلين يعذبان في قبورهما، وسبب عذابهما قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول. إذن لا بد من الاستتار، ولا بد من البعد عند قضاء الحاجة. وكذلك هذا البعد والاستتار مأمور به في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يرفع ثوبه إذا كان يقضي حاجته في الخلاء إلا إذا دنا من الأرض. فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أو الأمر الرابع في هذا الباب، هناك أمور يحرم فعلها لمن أراد أن يقضي حاجته. ومما يحرم فعله عند قضاء الحاجة أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الراكد الذي لا يتحرك. فلا يجوز للعبد للمسلم أن يبول فيه ولا أن يتغوط فيه كمياه البرك والحفائر وغيرها ونحوها مما
لا تجري، فالماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز للعبد أن يبول فيه ولا أن يتغوط فيه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري من الجنابة. وكذلك يحرم على العبد أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وقد مر معنا ذلك عند الكلام على الاستنجاء، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. فلا يصح للعبد، وهذا القول عند جماهير أهل العلم للكراهة، ولكن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يعظم، لا يصح له أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يجوز له أن يستنجي بيمينه. وكذلك لا يجوز للعبد أن يبول في طرقات الناس وأن يتغوط في طرقات الناس، وكذلك في ظل الناس الذي يجلسون فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. فهذه المواضع تعرض صاحبها للعن إخوانه من المسلمين. وكذلك يكره لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتكلم عند قضاء حاجته، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم مر عليه رجل من أصحابه فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يصح للعبد أن يتكلم عند قضاء حاجته بغير حاجة، إلا إن احتاج لإجابة مجيب أو كلام لا بد منه عند قضاء الحاجة فيجوز له ذلك، ولكن الأولى أن لا يتكلم عند قضاء حاجته. ويكره كذلك للعبد أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله عز وجل، فقد جاء عند أبي داود، وهذا الحديث فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وقد كان خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، فلا يصح أن يدخل الخلاء داخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، إلا إذا خشي على هذا الشيء الذي فيه ذكر الله أن لا يلقاه أو أن يتدنس عند تركه خارج الخلاء. ونقف هنا ونواصل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.